السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي بنستقبل فيها أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، الستر والصحة لينا جميعا يا رب. معانا تليفون إسراء. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيكي. عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. طيب يا رب. وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. أنا اسمي إسراء. أنا عندي أخ، أنا وأخويا بس، ووالدي متوفي من سنتين. الله يرحمه. ووالدتي توفت يوم 10 شعبان. الله يرحمهم يا رب. طول عمرها كانت شقيانة وتعبانة علينا وربتنا وجوزتني وجهزتني وكده، وكانت مطالبة بحقها عند أهلها إن هي كان لها حق عندهم مرأة، فادوها جزء منه وفضل لها حقها في البيت. فما كانوش بيصلوا الرحم ولا بيسألوا عليها، وماما فضلت تعبانة من بعد وفاة أبويا وهي تعبانة لدرجة إن هم ولا بيسألوا، ولما بعتت لهم إن هي تعبانة وعليها دين من عزالي برضو ما سألوش ولا دوروا، قالوا تروح تشتكي وتعمل اللي هي عايزاه، وهي ملهاش حاجة عندنا تاني. فهي كانت موصياني، كانت موصياني أنا، هي كانت قريبة مني أنا أكتر من أخويا، كان سرها معايا عشان انا اللي كنت رايحه جايه عليها اكتر وكده. كانت موصياني ان هم ما يمشوش في مشهدي ولا يدخلوا عليا وانا ميته. فلما هي توفت انا ما كنتش نعرف ان هي بتموت، هي كانت وهي بتموت قاعده تقول ايه، نبينا الهدى جرى له كده، نبينا الهدى جرى له كده، واشهد ان لا اله الا الله، وتدعي وتستغفر وتسبح، وقاعده تتشاهد، وانا مش عارفه، انا مش عارفه هي كانت بتقول لها في ايه يا ماما، انت بتعملي كده ليه؟ وانت حاسه بايه؟ تقول لي ايه؟ نبينا الهدى جرى له كده، وتشاهد وتصلى على النبي. ايوه اللهم صل على حضره النبي. لقيتها فتحت عينها جامد وتشاهدت ثلاث اربع مرات ورا بعض وماتت يوم 10 شعبان. اتدفنت في صلاه العصر، فهم كلهم جم. فاعمامي دخلوا عليا، فانا قلت مش حدش هيدخل على امي وهي ميته، هم كانواش ما يعرفوش امي تعبانه فيها ايه ولا كده، هيدخلوا عليها وهي ميته ازاي، يغسلوها ويشوفوها جسمها ويشوفوا هي كان فيها ايه، وهم ما يعرفوش حاجه عنها وما كانواش بيسالوا عنها. يا جماعه ما حدش ليه دعوه، يطلعوا بره. فعندي مرات عمي حاجه بيت ربنا راحت قايله لي يا اسراء ما ينفعش، خليهم هم اللي يشيلوا الوزر ده ويشيلوا الذنب، ربنا هو اللي هيحاسبهم. انا اقتنعت، قلت لها يعني هو ربنا هيحاسبهم؟ قالت لي اه، ده هم لازم يدخلوا يسامحوها. اقتنعت بكلام عمامي وكلام من الناس اللي كانت جنبي من جيراني، اقتنعت بصراحه ودخلتهم، بس ما دخلتش حد منهم يغسلها، الناس الغريبه جيراننا هي اللي غسلتها معايا، ما خلتش حد يدخل عليها. بتتكلمي على عماتك يعني ولا مين؟ على خالاتي وخوالي. خالاتك و ماشي، واخوال اللي هي ليها ورث عندهم. ايوه، ما اخوالك الرجاله مش هيغسلوها يعني. الستات لا، في حريم يعني. ماشي ماشي ماشي، كملي. بس دخلتهم بسوها كده وطبطبوا عليها كده، والله الله يسامحك يا اختي، وطلعوا غير كده بس. فهو ده يعني كده، ماما زعلانه مني ان انا دخلتهم، انا بقيت نقول لها سامحيني يا ماما غصب عني، خليهم هم اللي يشيلوا الذنب، انا مش عايزاك، انت شقيتي علينا ياما وتعبت في الدنيا ياما، طول عمرك وانت شقيانه علينا وتعبتي، بقى لها سنه ونص راقده في السرير وتعبانه. انا ما كنتش عايزه نحملها ان هي تكون تعبانه اكتر من كده عند ربنا. وحضنتها جامد وهي على الغسل، ولما غسلوها وبلكستوها كده وهيشيلوها حضنتها جامد، وقلت لها هتوحشيني. جات لي مرات عمي اللي هي كانت اللي قالت لي لازم يا بنتي يدخلوا يسامحوها وخلوهم هم اللي يشيلوا الذنب، قالت لها ده اسراء حبستني. قالت ايه؟ اسراء حبستني. اسراء حبستني. مين اللي قال؟ عسكري مكلبشني. يعني ايه حبستك في ايه؟ يعني حبستها ازاي؟ بتقول انا شايفه امك حلوه وما فيهاش حاجه، هي كانت رجلها وجعها المفصلين متاكلين في رجلها. اتكلمت في منام، في رؤيا؟ في منام، حلمت يعني. سيبك. هي حلمت. جات لها في بعد وفاتها بثلاث اربع ايام، قالت لها اسراء حبستني، العسكري مكلبشها، لامك حلوه وما فيهاش حاجه وماشيه على رجليها وما فيهاش اي حاجه. بص يا اسراء، بص يا اسراء، بص يا اسراء، يعني سيبك من ده، كلام فاضي. خلاص، سيبك من الاحلام. قالت لي عشان امك عليها دين، قالت لي عشان امك عليها دين. انت مامتك عليها دين؟ عليها 35000 جنيه من عزال. من ساعه ما جهزتك انت؟ ما هي عليها فلوس، يعني هي ميته ومديون عليها 35000.
طيب بص بص بقى، انت اخوكي، انت واخوكي اولا احنا اولا رحمه الله، ربنا يرحم باباكي ومامتك وربنا يبارك فيكي واخوكي يا رب. يعني خلينا ناخد واحده واحده. اول حاجه ناخد مساله الدين دي لانها مهمه جدا جدا. ان اب يا جماعه الخير مهم جدا ان احنا، لان بعض الناس بتعمل ايه يا استاذه دعاء؟ بننشغل نعمل صوان كبير وفراشه كبيره جدا ونجيب مقرئين ونجيب، والميت لا ينتفع بكل ذلك طبعا. كل ده اللي بينتفع المقرئ، اللي الراجل الصييت اللي بيقرا ده هو اللي بينتفع، بياخد فلوس بس مش اكتر. لكن الميت لا هينتفع ولا اي حد ينتفع، وانتوا هتعيشوا في الكآبه بعد كده لما تقعدوا تشوفوا ده عليها ديون واحنا معناش فلوس. طب والمصاريف؟ انا مش بقول عليكم انتوا، يعني انا بقول عامه الناس اللي بتعملوا يعني. فالاصل ان انا اول حاجه بسدد الدين، اول حاجه بعد ما اغسله واكفنه واجيب كل ده من فلوسه، انا بسدد عليه قد ايه؟ 35. طلع كل ده من الميراث، طلع كل ده من الميراث، فده المفروض اعمله. طب هي جهزتك وربنا كرمك واتجوزت وهي عليها دين، ما ينفعش ان انا اخليها محبوسه في دينها. طب امال اعمل ايه؟ قولي لجوزك، لو جوزك يعني ربنا هو ابن حلال، قولي له امي والله كانت مجهزاني، فهل ممكن تساعدني؟ والله لو ساعد يبقى جزاه الله خيرا. ما ساعدش اخوك، قولي له انت اخويا وانت ابويا وانت كل حاجه، فهل ممكن نساعد عشان امي؟ ما امي هي اللي جوزتني في النهايه. والدين ده طب والله ما فيش اي حد خالص، شوفي حد ابن حلال ولا حد يكون من اهل الخير يبدأ يسدد هذا الدين إن شاء الله بإذن الله. أما قضية اللي أنت دخلتيهم ما دخلتهمش، فأنا عاوز أقول لك كويس أنت دخلتيهم. ليه؟ لأن ده بيحصل مشاكل فيما بعد، وهيقول لك ده فلانة إسراء دي ما دخلتناش على أختنا، ويبقى في قطيعة ما بينكم. لكن اللي أنت عملتيه ما فيش مشكلة، وحكاية بقى أم تزعل ما تزعلش، دي حاجة إيه يعني، إن شاء الله مش هتزعل بإذن الله. حاجة التالتة اللي هو مسألة الميراث، يا ربنا لما بيقول يا اخوانا في مقادير معينه انا بعطيها للبنت والولد والست والرجل والورثه، فيجي واحد يقول لا انا مش هدي، او واحد يبدا يقرف في اخته، او الناس الفلاحين مثلا، بعض الفلاحين كده يبقى واخد عليه مثلا البنت ليها والله اربع قراريط، فيقول طب كويس اديها قرارات في الجهه الشماليه، واحد في الجهه الجنوبيه، واحد في الجهه البحريه، وجاهد مش فاهم ليه، ما عشان ما تعرفش تبيع، ولما تيجي تبيع هيبقى ما فيش الا مين اللي انا واخدها بالفلوس اللي انا عاوزها، فابخص حقها واسمي يا مولانا انا اديت الميراث اهو. طيب يا حبيبي هو انت بتتحايل على كلام رب العالمين؟ طب ربنا قال لك لما قال ولكم يوصيكم الله سوره النساء، وبعدين لما جه قال ولكم نصف، في اخر الايتين يقول فريضه من الله، ده فرض رب العالمين ده، فانت بتتحايل عليه، فقال لك تعالى يا حبيبي استلقى وعدك بقى، تلك حدود الله. ده حد. طب انا لو تعديت حد الله عز وجل ربنا هيعمل لك ايه؟ في جهنم في النهايه، جهنم. انتوا متخيلين يعني المساله بسيطه جدا، لما تاكل حق اختك ولا حق مراتك ولا حق فلان ولا حق، انت كده يعني مبسوط؟ يعني انت خدت الدنيا ويعني، طب والاخره؟ ما انا بقول لكم الناس دي للاسف الشديد عندها ميزان اللي هو ميزان الدنيا، لكن ميزان الاخره مش في دماغهم خالص. ولذلك الراجل تلاقيه ما شاء الله واكل حق اخواته كلهم، وبيصلي في الصف الاولاني، وممكن يبقى امام كمان ما شاء الله، وبعدين الزبيبه قد كده والدقن قد كده، ويقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وحق اخواتك؟ طب وده يا سيدنا يعني عادي يعني يا مولانا ما فيهاش مشكله دي؟ لا يا حبيبي، ده فيها مشكله ومشكله ومشكله ومشاكل الدنيا. النبي سمى للشخص اللي زي ده المفلس. فانت بقى مصلي وزبيبه قد كده وبتصوم رمضانين، مش رمضان واحد يعني، بتصوم رمضان وشوال كمان بعديه، وبتصوم كل السنه خلاص، وبتتصدق على الغريب، بس جيت في فرض رب العالمين كلته. يا واكل حقوق اخواتك، اتق الله، يا واكل حقوق ناسك زي ما بيقولوا، اتق الله، لان في النهايه جهنم، في جنه ونار ومفيش فلوس، وما هيبقى ايه؟ في حسنات وفي سيئات زي ما سيدنا النبي قال. ربنا يعافينا وربنا يهدي يا رب. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.
كثير نبقى في موقف معين أو بنمر بمشكلة معينة ونلاقيها اتحلت من عند ربنا، فنقف مستغربين ونقول إزاي ده؟ الأسباب كلها بتقول إن المشكلة دي لا يمكن تتحل بالبساطة دي. في اللحظة دي فكر كويس، هتلاقي نفسك عملت خير أو ساعدت حد قبل كده، وسبحان الله بسببه ربنا فرج عنك وحللك المشكلة دي، فتلاقي جزاء الصدقة بتاعتك وأعمالك الطيبة في الدنيا كمان قبل الآخرة. برحب مرة تانية بدكتور الشيخ أحمد المالكي في فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. اللهم آمين. عمل الخير ما بيضيعش أبدا، بنلاقيه في الدنيا قبل الآخر. ما بقول لك اعمل خير ونمي البحر. ما هو البحر ده عشان بيرجحونا تاني كده مع الموج كده، خير يرجع لنا تاني. البحر بيحب الزيادة. أيوه. فأنت بتعمل الخير فالله عز وجل ينمي هذا المال لك. وهو الحقيقة الناس اللي يعني بتتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى بمنطق أنا هدفع إيه عشان يجي لي إيه، لا يفلحوا أبدا. ولكن أنا بتعامل مع رب العالمين بمنطق إن ربنا حثني على الصدقة فأنا بستجيب لله عز وجل. يعني أنا في النهاية ربنا قال لي كذا فأنا بعمل كذا عشان ربنا قال، مش عشان إيه اللي هيجي لي. يعني بعض الناس يقول، وللأسف الشديد بقى يا أستاذة دعاء إحنا عندنا بعض الأشياء كده اللي هو إيه، هو يا مولانا يعني انا لو برعت مثلا بحاجه هل ممكن يجي لي كذا؟ هل ممكن مثلا ربنا يكرمني في الحته الفلانيه؟ هل افرض ما فيش هل دي خالص مش هتتبرع؟ يعني هو حثك ربنا على الصدقه. لذلك احنا بنتعامل مع رب العالمين الاصل، احنا بنتعامل مع الامر الالهي اللي هو احنا في النهايه نستجيب. عارفه يا استاذه دعاء الايه بتقول ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ليه لما يحييكم. فكونك انت بتستجيب لله او تستجيب لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فدي فيها حياه. ربنا بقى بيكرمك، ربنا بيعطيك، ربنا يعني يعطيك من فضله، يعني بيديك من وسع زي ما بيقولوا كده، يرزقك من حيث لا تحتسب. وكل ده لانك تعاملت مع الامر الالهي يا رب انت بتقول انا بنفذ على طول. هنشوف اول تقرير يا شيخ احمد مع مشاهدينا وتقرير مؤسسه فذكر ونرجع لكم. عم مهدي القصة بتاعته اللي بعتت لنا وصراحة كانت غريبة حبتين. لما اتكلمت معاه قبل ما نيجي نصور لقيت اللي وراه حكاية. تخيلوا ان الحالة اللي وصل لها والوضع اللي بقى فيه بسبب حلم كان بيحلمه، والحلم ده لما لقى صعب تحقيقه ومش هيبقى موجود في الدنيا اتحول لكابوس، وحياته بقت أصعب بكتير من الأول. اتصاب بشلل بسبب الحلم اللي كان بيحلم بيه. هو ايه وايه الحكايه ده اللي انا اعرفه؟ ازيك يا عم مهدي؟ الله يخليك. عندك كم سنه؟ عندي 44. مؤسسه فذكر جالها جواب من احد الناس هنا الجيران بيقولوا لنا تعالوا عم مهدي راجل طيب وابن حلال وكان عنده حلم، ولما الحلم بتاعه ده ما تحققش بقى كابوس والراجل اتصاب بالشلل. طبعا ده حقيقي؟ حقيقي. ايه الموضوع بقى احكي لنا كده؟ والله الموضوع طبعا جه التفكير في الخلفة كشفناه وبتاع وقالوا ما فيش نصيب انكم تتخلفوا. انت متجوز بقالك قد ايه؟ انا متجوز دلوقتي ليا 18 سنة. من 18 سنة متجوز. كانت حياتك طبيعية وعادية وما فيش اي حاجة وبتشتغل وبتروح وبتيجي؟ كنت شغال يومية كده وبرجع اخر النهار على بيتي. مرة واحدة كده جاني الشلل ده مرة واحدة كده. ازاي؟ والله جاني طبعا زعلان وبتاع مع زعلت اللي قالوا لك ان انت مش هتخلف تاني. نمت طبعا بالليل وانا زعلان، فقمت الصبح حرك رجلي ما قدرتش احركها خالص، لقيت رجلي واقفه خالص. فطبعا خدوني بقى اهل الخير وكشف عليا وبتاع قالوا رجلي مش هينفع تمشي عليها. ليه؟ قالوا لي خلاص بقى ده شلل ومش هينفع تمشي عليها. وبعدين انا كظروفي ما تساعدنيش ان انا اجري،
نهائي. فطبعا قعدت بقى و... بقى لك قد ايه بالوضع ده؟ بقى لي النهارده 6 سنين النهارده. بنفس الوضع؟ بنفس الوضع. حياتك واقفه؟ كل حاجه واقفه في حياتي، جميع حاجه في حياتي واقفه، كل حاجه. مين اللي بيساعدك تقوم تخش الحمام او وليدي؟ مراتك؟ مراتي هي اللي بتساعدك، هي اللي شايلاك، هي اللي شايلاني كل حاجه، كل حاجه. انا بالنسبه ليا جميع حاجه فيا ميته بالنسبه ليا. اول حاجه يمكن بقعد بالحوالي 15 يوم 20 يوم ما اطلعش بره، لا بشوف حد ولا حد بيشوفني ولا قاعد هنا في مكانك. قاعد في مكاني في نفس المكان. اهلك ما بيجوش يطلوا عليك؟ اهلي بعيد ومش يعني الله يزعجهم ظروفهم برضو. طب انت نفسك في حاجه مثلا؟ انا نفسي في كرسي متحرك كده اطلع واخش عليه، اروح المسجد، نفسي اروح المسجد، نفسي اقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا ما عليش اي دين لحد. دي اهم حاجه في حياتي. انت مديون يا عم مهدي؟ ايوه. مديون بكام؟ 45,000 جنيه. سلف من الناس؟ سلف من الناس. عشان تاكل؟ عشان اكل ومصاريف ودنيتي. نفسي وانا عيني غطا اتغطى بيه، نفسي ادفى انا ووليدي، نفسي اشوف الناس، اروح المسجد اتحرك. الله. نفسي في حاجه اعيش من وراها. انا شايف السقف عندك بخشب والبيبان من غير شبابيك. ايوه صح. وشقتك عباره عن اوضه اللي احنا قاعدين فيها. ايوه فعلا، هي اوضه والبيت مشترك. في جيران معاك؟ ايوه، في اسرتين تاني معايا، اسرتين وحمام مشترك. فانا نفسي في اي حاجه اعيش من وراها، اعيش الايام اللي فاضله لي، ان انا مع اهل الخير ساعدوني كتير وبارك الله فيهم، بس نفسي في حاجه ان انا اكل من وراها، اعيش اعيش من وراها. اللي اتبعت لنا جزء من الواقع، والواقع أسوأ بكتير من حياة أي حد ممكن يعيشها. تخيلوا واحد كانت حياته عادية، جايب أوضة في بيت مشترك، في 3 أسر غيره بحمام مشترك مع زوجته، نفسه يخلف حلم. لما الدكاترة قالوا له الحلم ده مستحيل، أنت مش هتخلف، زعل، نام، بقى مشلول. حياته تحولت لكابوس بقى، الحلم اللي كان بيحلمه بقى كابوس عليه، بقى مشلول، ما بقاش في حد يصرف عليه، الدين للناس ب 45,000 جنيه سلف عشان ياكل، ما هو من حقه، مين اللي هيصرف عليه؟ مين اللي هيصرف على مراته اللي بتخدمه اللي بتشيله وتوديه الحمام اعزكم الله؟ فاستلف المبلغ ال 45,000 جنيه. حلمه دلوقتي الراجل اللي احنا قاعدين جنبه ده حلم بسيط، الديون اللي عليه تتسد قبل ما يموت، وده كلامه احنا مش بنفول عليه، ربنا يديله طول العمر عمر مرتاح ما فيهوش شقه، يسد الفلوس اللي عليه، ونفسه كرسي متحرك يروح بيه المسجد. فيا بخت اللي هيشارك ويجيب له الكرسي ده يروح بيه المسجد. ده لو الكرسي ده طلبه مش عشان المسجد، عشان يطلع بره يشوف نور ربنا. شوف ثوابك قد ايه، الثواب مضاعف عشان هو نفسه في الكرسي ده يروح بيه بيت ربنا يصلي بيه. فانت زيك زي الخطوات اللي بياخدها، انت هتاخد عليها اجر. احنا جايين النهارده كنا فاكرين شيء ولقينا شيء تاني. جايين النهارده عشان نحط حضراتكم قدام الموضوع، قدام الناس، قدام الموضوعات اللي مش متشافه والقصص المخفيه، القصص اللي احنا لو فضلنا نحكي ونتكلم عنها مش هتيجي زي الواقع والم وحزن ووجع من انسان من حقه يعيش ونفسه يعيش يوصل صوته ليكم، واحنا رسالتنا توصل ليكم. مؤسسة فذكر بتعرض لحضراتكم الحلقات وبتوعد بحلها، بس احنا للأسف مش هنقدر يعني نحل كل الحلقات إلا بيكم، إلا بكرم ربنا علينا، إلا بكل واحد بيحس بالإنسان اللي زيه، بيحس بأخوه ويقول لا قدر الله لو أنا مكانه كان هيبقى وضع إيه. على فكرة الأسرة اللي احنا قاعدين معاها ديت ما عندهمش سرير، ما عندهمش سقف، عاملين خشب، البيبان بتاعتهم من غير شبابيك، يعني الإزاز اللي بتحط في الباب مفتوح، الشباك من غير إزاز، حياة هم قادرين عليها، لكن احنا لو نقدر نهونها عليهم ونساعدها ونساعدهم يبقى ربنا هيكرمنا ويجازينا خير. بحاول أوصل لحضراتكم الأمور بدون تعقيد ولا تضخيم ولا تهويل، بحط لحضراتكم الأمور كالحقيقة، الصورة دي ما بتكذبش، وكلام مهدي وهو في قعدته دي أكيد مش هيكتب، ده كلام واحد تعبان وموجوع. ربنا ما يوريكوا وجعه ولا يحطكوا في ظروفه. الراجل ده معاه عليه 45,000 جنيه استلفهم عشان يأكل هو ومراته، ونفسه كرسي متحرك.
شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليقك يا شيخ. يعني الحالة دي حالة صعبة، يعني هو في النهاية الراجل 45,000 وال 45,000 دول في الزمن بتوعنا مش حاجة، بس هم حاجة عند الإنسان، عند هذا الرجل. يعني بعض الناس ممكن لو والله لو عارفة لو احنا عملنا جمعية كده ما بين بعض كده هنقدر نسدد. مش بس كده، الراجل محتاج مشروع، الراجل محتاج كذلك الأمر حاجة يبقى بيت مستقل. احنا ما بنقولش يا جماعة بيتنا توسع، ولكن تعرف اللي هو على الأقل يبقى فيه حمام خاص بيه، يعني أوضة وصالة وحمام، مش مطلوب أكتر من كده، يعني اللي هي حاجة تستره. طب احنا لو عملنا كده بنية بقى اللي هو أنا بستر مش ربنا يسترني، مش يسترك فين، مش في الآخرة بس، يسترك في الدنيا والآخرة. من ستر مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة. ربنا يسترنا يا رب. يا رب آمين جميعا يا رب. نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر. السلام عليكم. حالة من الحالات اللي تحتاج إلى تكافل وتحتاج إلى إن إحنا نضع إيدينا في إيد بعض علشان نرفع عن كاهلها امرأة، نرفع عن كاهلها أمر ثقيل جدا، وهي أنها تعول أسرة مش كده وبس، وأن الزوج مات في حادثة وأصبحت هي الآن هي المسؤولة عن هذه الأسرة 4 أولاد. سيدة أم محمد حسين استيقظت على خبر وفاة زوجها وأنها أصبحت هي المسؤولة الآن، المسؤولة عن أطفال أكل وشرب ودراسة، أطفال صغار كلهم، وتعليم ورعاية وكذا وكذا من اللي كلنا في أسرنا بنعاني منه، وأصبحت هي الوحيدة ليس لها زوج. كمان سبع على عاتقها وعلى عاهلها بيت كان الزوج بيسعى في عمله، فبنى جزء منه ويعني ما شطبوش خالص، البيت هيكون زي حضراتكم هتشوفوه بدون سقف اطلاقا. وكمان حالة صعبة جدا، لسه بيت تحت الانشاء فيه الاولاد الصغار وفيه هذه الزوجة اللي ما فيش اي دخل للأسرة على الاطلاق. هذه الاسر اللي لم تجد من يسأل عليها، انا بقول لكم يبقى احنا في مجتمع ما بيرعاش بعضه بعضا. لكن أنا متأكد أن في أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلدنا في مصر أهل الخير كثيرون جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله كان في عون العبد، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أنا جاي أقول لحضرتك النهاردة تعال نسمع قصة الحجة أختنا أم محمد حسين، منها هي علشان نوصلها للناس لعل الله عز وجل يرفع عنها ما هي فيه من كرب. قلت لحضراتكم أصبحت أم محمد هي العائل الوحيد للأسرة، وأصبحت أم وأب، وأصبحت بتقوم بدور الرعاية، وأصبحت هي المسؤولة عن سداد دين البيت اللي تركوا زوجها رحمة الله عليه، وأصبحت هي اللي بتعول الأولاد الصغار 4 أولاد صغار كلهم من فوق روس بعض زي ما بنقول، هي مسؤولة عنهم بعد الله عز وجل. خلينا نسأل أختنا أم محمد، تعرفنا هي بظروفها أكثر، هي أدرى بيها، وتعرف السادة المشاهدين كذلك الظروف اللي هي فيها. محمد ازيك؟ الله يسلمك. ايه اخبار الولاد؟ الحمد لله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا ويجعلهم سند لك كده ان شاء الله. الحمد لله. من امتى مات زوجك؟ زي ما يبقى 3 شهور. من 3 شهور توفي؟ من 3 شهور وكان بيعمل في البيت؟
لا عشان علينا دين منه وبعمل حاجات بتاعتنا وبنعمل وجاي معناش فلوس. ما قدرتوش تعملوا تكملوا البيت؟ ما قدرتوش نكمله. بعتوا كل حاجه في البيت؟ بعتوا كل حاجه، انا حاجتين البيت كل حاجه بحتها عشان اعرف اسدي الدين عليا. فلوس بدفع 1500 كل شهر. دفع 1500 كل شهر للبيت؟ بعتي الاجهزه ولا ايه؟ بعت كل حاجه. الاجهزه الكهربائيه؟ بعت كل حاجه عشان اسد الفلوس اللي عليا. انا داخل فعلا ما شفتش اي اجهزه كهربائيه خالص، ونص البيت تقريبا عشان الراجل عمي يطاردني يقول لي كل شهر لازم تدفع. رحت بايع كل حاجه. بعتي حاجتك وسددتي؟ بعت حاجتي وسددت، لسه عليا ديون بسدها. بتعملوا ايه في البرد ده؟ الجو برد خالص والبيت مش متقفل، معظمه مش متقفل. اعمل ايه طيب؟ اهل الخير بقى يساعدوني. الله يعينك. طب عايشين ازاي؟ اكل وشرب يعني بتسددي ازاي؟ بجيب اي حاجه كده ببيعهم، بسكوت على شكراتي وخلاص، وبروحهم اكل العيال. تاكل العيال من كده؟ حبايبي الصغير الدين قال لي انا ماليش في جوزك مات، انا ماليش دعوه، انا عايزه الدين زي ما بقى تديني كل شهر تديني. انت اللي ماضيه على الكمبيالات تديني. انت اللي كنت ماضيه على الكمبيالات وتوفي الراجل واصبحت انت المسؤوله دلوقتي. طب هو توفي ازاي؟ توفي ازاي؟ طلع على الله، هو عمل حادثه. طلع بالعربية عمل حادثة؟ لا هو طلع معنا الشغل كده عمل حادثة بالعربية، كنت قاعد 11 يوم في المشاش بعد كده مات. 11 يوم بعد كده توفي؟ هو طلع على الله كده يومية رزاية. أكبر أولادك عنده كم سنة؟ محمد عنده 13 سنة. 13 صغير حبيبي، والصغير ياسين؟ ياسين. بيقولوا ياسين؟ ياسين 4 سنين. ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب وينبتهم نباتا حسنا. حسن عنده 10 سنين. وحسن يبقى عندك محمد كام سنه؟ 13. وحسن 10. وعندي احمد. واحمد 7 سنين. وياسين 4 سنين. الله يا رب، الله يا رب يعينك عليهم. عايز اي حد يساعدني، المطر بتغرقنا هنا وانا معايا حاجات والبيت زي ما انت شايف كده. بينزل المطر عليكم؟ المطر بتغرقنا. مفيش اي مدخل تاني غير شويه الحلويات اللي بتبيعيها؟ انا بجيب بسكوت وببيعهم كده على الشارع وخلاص. ايه المشروع اللي ممكن ينفع عندكم هنا؟ افتح سوبر ماركت هنا، افتح وبيع. ممكن حد يجيب لك حاجات يملا لك البيت بضاعه وحاجات وتحد من اهل الخير. طب تقولي لايه لاهل الخير؟ عايز تكلميهم في الكاميرا هنا، كلمي اهل الخير قولي لهم حالتك. يساعدوني، ظروفي تعبانه خالص، واسد الدين اللي عليا ويعملوا لي حاجه هنا في البيت عشان المطره بتغرقنا انا وعيالي وعيالي الصغيرين. انت الوحيده اللي في البيت بتاعولي اولاد، مش هينفع تسيبيهم وتخرجي تشتغلي؟ لا مش هينفع عشان عيالي. عشان عيالك صغيرين يبقى لازم تقعدي في البيت ويبقى تشتغلي من البيت. المدرسه وروح الحضانه ما ينفعش. ينفعش. الله يعينك يا رب. السادة المشاهدين، يا رب حضراتكم ويعافيكم ويعافينا جميعا ان احنا نتحط في ظرف زي ظروف اختنا ام محمد. تحتاج الى عائل، تحتاج الى من يعول هذا البيت، يعول الاولاد، تحتاج الى مشروع على الاقل. هي بجايبة شوية حاجات صغيرة بس ده مش مكفي لان الدخل قليل والمصروف كتير عليها. 1500 شهريا لازم تدفعهم كدين، ده مقرر عليها شهريا. أضف إلى ذلك مصاريف وأعباء الحياة، أضف إلى ذلك باقي البيت اللي مازال إلى الحد النهاردة لم يكتمل، والصورة قدام حضراتكم. أضف إلى كل هذا أن هي باعت كل حاجة في البيت علشان تقضي الدين اللي عليها. يعني أنا مفيش أي في البيت أي أجهزة إطلاقا. البيت زي ما حضراتكم شايفين حالة صعبة جدا، أولاد صغار ومصاريف، واللي بيساعد زي ما بيكرر دايما في الظروف اللي الناس بتمر بيها، اللي بيساعد مرة حاجتي كلها. والله اتفضل حاجتي كلها عشان أسد الدين اللي عليا، ولسه نعم. عليا ديون كتير، والراجل بيطاردني كل شوية يقول أنا عايز الدين وأنا مش عارفة أجيب له منين. الله يعافيكي، الله يعافيكي يا رب، الله يعافيكي، الله يعافيكي. ربنا كبير يا محمد، ربنا كبير سبحانه وتعالى. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. الواحد يعني بيشوف الحالات دي والتقارير دي بيبقى عايز يساعد كل الحالات اللي بتطلع معاه. عشان كده انا بقول اللي الله عز وجل لما بيحث احنا المفروض بناخد امر رب العالمين وامر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع سرعه التنفيذ، اللي هو احنا لا نتباطأ ابدا. عارفه عشان بس نعرف يعني ايه امر الله، لان بعض الناس بيبقى النظر بتاعها قاصر الى الدنيا فقط. يعني لما سيدنا نوح قال لابنه، ودي نوح عليه السلام،
وده بنقول العز لما يقول مثلا لابنه يا ابني تعالى ادخل معانا في الايمان واؤمن بالله تبارك وتعالى، فقال له لا انا مش داخل. فقال له يا ابني طب الموج والطوفان جه اهو. ابنه نظره قاصر ايه بقى؟ فقال له انا هطلع على اعلى نقطه في الجبل والميه تحتيه وزي الفل وما فيش مشكله. فقال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. هل الحوار كمل؟ الطوفان ما استناش الحوار يكمل. انت ابني ما مش هستجيب. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبالتالي احنا محتاجين سرعه تنفيذ مباشره. تخيل بقى لو ابن نوح قال استغفر الله اتوب الي اشهد ان لا اله الا الله وخلصت المساله خلاص كده. لكن ده قاعد يماطل، فلما ماطل حال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللهم اعفنا. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دايما عينيكم اللي بتشوف العمل اللي بإذن الله عز وجل نؤجر عليه وتؤجروا انتم كمان عليه. مؤسسة تذكر بتسعى دايما ان هي تصل الى الحالات التي تحتاج حقيقة، تحتاج الى المساعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. علشان كده احنا جينا النهاردة في منطقة سقارة. أخونا فهمي عبد المقصود شاب من الشباب، عنده أسرة يعولها 3 أبناء ومعاه زوجته في بيت زي ما الكاميرا جايبة لحضراتكم دلوقتي، بيت متواضع، خلينا نقول بيت متواضع. خرج زي سائر الشباب يسعى على لقمة عيشة علشان يعول الأسرة أسرته. وهم راجعين عربية دخلت فيهم، مات تقريبا معظم من كانوا معه على السيارة، كل اللي كانوا معاه في العربية توفي. وبفضل الله عز وجل نجا، ولكن نجا بإعاقة عبارة عن يا رب يعافينا ويعافي السامعين جميعا، بتر في قدميه الاثنتين. ومن يومها والعائل الوحيد للأسرة أصبح ما بيخرجش، وبالتالي الدخل اللي للبيت لازم يكون أي حد من أهل الخير، الجيرانهم في منطقة أبو صير في سقارة يفتكروهم بحاجة، وخاصة أن فهمي أصبح دلوقتي عاجز ما بيخرجش للعمل خلاص. الدخل الوحيد للأسرة الآن أصبح مش موجود. دلوقتي الدنيا ماشية إزاي فهمي؟ الرزق من عند الله. ما بتخرجش تروح شغلك؟ ما فيش طبعا شغل فيه. أنا بتحرك، أنا مغزب إنه أخش الحمام مغزب كل ما بدخلني الحمام. زوجتك اللي بتدخلك الحمام؟ انا ما ينفعش اخش الحمام بعد نفسي، عشان اخش الحمام المغزله افضل اعمل الحمام الشط. الساده المشاهدين حضراتكم شفتوا حاله اخونا فهمي، حكى بنفسه بتر في احدى قدميه اولا ثم بتر في القدم الثانيه، واصبح الان لا يجد من يعول اهل بيته لانه الان ما بيخرجش من البيت على الاطلاق. ولكن امه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا زي النبي ما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمحدش يجوع أبدا في أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا أتباع النبي، وأكيد مش هنسيب أخونا فهمي هو وأسرته بلا أي عائل على الإطلاق. إحنا معانا كذلك زوجة أخونا فهمي ليها كلمة تقولها بإذن الله عز وجل للسادة المشاهدين، توضح الصورة كاملة وإزاي هم عايشين في عدم وجود أي مدخل ولا أي دخل رزق إلا من مساعدات أهل الخير فقط. تعالوا نسمع زوجة أخونا فهمي هتقول لنا إيه.
سمعنا أخونا فهمي حكى حالته بنفسه واللي حصل له، وسمعنا البيت ماشي إزاي، لكن أكثر يعني استثاقا ونشوف الصورة كاملة أكثر من ربة البيت اللي هي بتصرف بنفسها، وهي الوقت اللي قائمة على خدمة جوزها، وهي اللي بتشيل وتدخل الحمام، وهي اللي بتحاول تتحرك، لأني أصبح المعيل قاعد في البيت الله يعافيه ويعافينا جميعا ويعافي المشاهدين جميعا. فأصبحت هي الآن اللي بتعول تتحرك داخل البيت وخارج البيت. تعالوا نسمع منها هي تحكي لنا بنفسها، أم مصطفى زوجة أخونا فهمي تحكي البيت ماشي إزاي والدنيا ماشية إزاي وبتعول البيت دلوقتي إزاي. تفضلي. أنا من نهار حادثة جوزي وإحنا ماشيين يعني يوم بيوم، ويوم ناكل ويوم ما ناكلش، معايا ثلاث أولاد بيتعلموا ووالدته، وقاعدين في مكان زي ما حضراتكم شايفين كده، وإحنا يعني اللي بيدينا بيساعدنا بيوم النهاردة ما بيساعدناش تاني، ويعني ممكن ناكل ممكن لأ، ممكن نشرب ممكن لأ، أولادنا ممكن يصرفوا ممكن لأ، وهو الوقت انا اللي بدخله الحمام وانا اللي بشيله واحطه، ما حدش قاعد معانا. ومن ناحيه تانية هو كده تعبان يعني، عشان حضراتكم شايفين الحاله عامله كيف، ومحتاجين حضراتكم مشروع يعاوننا على المعيشه، مشروع مثلا مجمدات، ثلاجه مجمدات، هي حاجه تصرف منا نصرف منها على الاولاد والبيت ونراعي يعني نمشي امورنا. ومن ناحيه تانية يعني مصطفى الدنيا اتغيرت من ساعه ما قعد فهم، صح؟ طبعا جدا ماديا مفيش خالص، مفيش خالص حضرتك، في ايام البيت مبقاش فيه اكل، مفيش اكل خالص يعني، ممكن يعني الاطفال برضو بيقعدوا يعيطوا والعايدين وبتاع وكده. بتعملي لما تلاقي عيل بيعيط مفيش في الدنيا يعني؟ بحاول ان انا اراضيه يعني، معلش النهارده معناش، بكره الدنيا تتعدي حاجه، بابا تعبان بس ادي اقول له وده أمر بتاع ربنا، من يعني من نحمد ربنا ان بابا فاستينا. طب دلوقتي انت شايفه المكان يتحمل او يكون محتاج مثلا مشروع معين تستطيع ان انت تقومي بيه اللي هو مشروع المثلجات زي ما قلتي؟ السادة المشاهدين الفضلاء، الحالة كما ترون يعني الحال يغني عن المقال، رب البيت جالس في البيت، ست مصطفى زوجته بتحاول في البيت معاه لانه له احتياجات كتيره جدا، خاصه انه ما بيحدش في البيت معاها غير هي وحماتها ست كبيره والده اخونا فهمي، وبالتالي هي مضطره تقعد في البيت وما تشتغلش، يعني حتى لو قلنا تنفع تشتغل خارج البيت هيكون صعب، يبقى ما فيش حل غير انها تشتغل داخل البيت وهي جوه بيتها علشان تعول هي الاسره اللي مكونه من فهمي ووالدته الست الكبيره ربنا يبارك في عمرها، والأولاد ربنا يا رب يجعلهم سند لي وليها لحد ما يتربى الولاد اللي ما زالوا في تانية ابتدائي وأصغر من كده، وفي ولد عنده 5 سنوات، علشان تربي دول محتاجين مشروع من جوه البيت. علشان كده أنا بتبنى اقتراحها، هي حتى بتقترح إن المكان محتاج ثلاجة مثلجات. هذه هي الصدقة الجارية حقيقة، دي ما تتركش أبدا، دي فرصة لمن يريد أن يستثمر مع الله عز وجل، صدقة تظل تعد لك صدقات وأنت جالس في بيتك، حسنات عداد الحسنات شغال باستمرار كأنك تتصدق على هذه الأسرة المحتاجة الفقيرة كل يوم. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليق أخير يا شيخ. والله يا أستاذ علاء، هو الشعور نعمة، يعني الإحساس نعمة زي ما بيقولوا، وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا وضع يعني الشعور بالآخرين في قلب إنسان فيعني هذا عبد أراد الله عز وجل به الخير. اللي إحنا نشعر بالآخرين، مش بنشعر بالآخرين بقى المسكنة، هي الشعور معناه اللي أنت تحس بيه وتبدأ تقوم بالواجب معاه، توجب معاه زي ما بيقولوا، اللي هو في النهاية الإنسان ده محتاج إيه، فتبدأ تقول يا فلان يا زيد يا عبيد يا عم فهمي وتعبان والحكاية وعاوزين كرسي وعاوزين مشروع وعاوزين وعاوزين، ويبدأوا يعملوا الكلام ده. كل ده ليه؟ كل ده أنت أولا بتستره، فربنا يسترك إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مش بس كده، ده أنت بتفرج عنه كربة، طب لما تفرج عنه كربة ربنا عز وجل يفرج عنك
كربة من كرب يوم القيامة. يا رب افرجها علينا جميعا يا رب. وبشكرك يا شيخ احمد في نهاية الحلقة، وبشكر مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة، مؤسسة فذكر. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسبش، ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسبش، ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجاز من إنجازات مؤسسة فذكر، إنجاز من إنجازاتها الكثيرة جدا. مؤسسة فذكر بتبحث عن كل إنجاز في أي منطقة نتحرك ليه. إحنا النهاردة في عزبة عبد ربه، قرية عزبة عبد ربه التابعة لعمودية قصر الباسل، التابعة لمركز إدصا في محافظة الفيوم. جينا علشان نقدم النهاردة بإذن الله عز وجل لأحبابنا وأهلنا هنا، مش هكون مبالغ لو قلت الحياة، لأن ربنا اللي قال كده في القرآن. الله في القرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى أن العلماء قالوا ده، إن الله عز وجل كما استودع الأرض والطين أسباب الخلقة، استودع الماء أسباب الحياة. أي مكان فيه مية يبقى مكان فيه حياة، ومكان ما فيهوش مية يعني كأنه مقبرة، مكان ميت ما فيهوش مية يعني ما فيهوش عبادة، ما فيهوش صلاة، ما فيهوش طهارة، ما فيهوش وضوء. مكان فيه مية يعني مكان فيه حياة، فيه عبادة، فيه طاعة، فيه وضوء، فيه صلاة، فيه ذكر لله عز وجل. علشان كده وإحنا في قرية عزبة عبد ربه، فضل الله عز وجل زي ما انتوا شايفين ورايا دلوقتي، إنجاز من ضمن الإنجازات اللي فعلا فيها بنتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة وقال له يا رسول الله إن أمي قد ماتت، فبما أتصدق عنها، أو فما خير الصدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة سقي الماء. أفضل صدقة تقدمها لنفسك أولا في حياتك هي سقي الماء. كتير من أحبابنا بيتخيلوا إن الصدقة الجارية عن الميتين بس. الأصل في الصدقة الجارية إن هي عن الأحياء قبل الأموات. احنا فرحانين بالبير اللي اتعملت دي، واحنا تعبانين في المية، وربنا جعلهم سبب إنهم يخلي الناس تملى المية دي. نشكر مؤسسة فذكر، وربنا يجازيهم خير ويزيدهم اللي هم فيه. تعال أنا وإنت نعمل لنفسنا صدقة جارية وإحنا عايشين، لأن بعد الموت بيقولوا الحي أبقى من الميت. إحنا وإحنا في الدنيا نقدم لنفسنا الصدقة الجارية اللي تنفعني حسناتي في الدنيا وبركتها على صحتي وعلى شغلي وعلى كل حياتي، وتبقى كمان حتى بعد مماتي. بير زي اللي ورانا دلوقتي ده عمره عشرات السنين، عشرات السنين عداد الحسنات بإذن الله عز وجل شغال ليك، تنال بركته في حياتك عشرات السنين وكمان بعد مماتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حاجات. أولهم صدقة جارية، الصدقة الجارية اللي شغالة ليل نهار. الحي بتاعنا هنا كان محتاج البير ده وغيره من الآبار كتير. الحمد لله مياه جميلة، والقرية كلها فرحانة، وشكرا لمؤسسة فذكر، إن شاء الله أتوضى منه ماشي وراح أصلي. انت ما تعرفش حضرتك البير ده هو هيخدم كام نسمة، وهيسقي كام بيوت كتيرة جدا هتنتفع بالماء ده هو، اللي ان شاء الله بإذن الله عز وجل يكون في ميزان حسنات حضرتك لما تعمل زيه. المرحوم محمد حافظ ومحمود حافظ اللي عملوا البير ده هم عرفوا من اين يؤكل الكتف، يعني
عرفوا يجمعوا لنفسهم أكبر قدر من الحسنات يقابلوا به الله تبارك وتعالى. احنا بالفعل ما كانش عندنا مية، بس الحمد لله النهاردة ربنا كرمنا، وأهل العزبة كلهم فرحانين بالبير اللي اتعملت دي، وإحنا كنا في أشد الاحتياج ليها، وفي ميزان حسنات المرحوم محمد حافظ ومحمود حافظ، والشكر الكبير لمؤسسة فذكر للأعمال الخيرية. أنا وإنت محتاجين نبقى زيهم، نقدم لله عز وجل. ده مش كده وبس، ده يوم القيامة، اليوم الصعب جدا اللي الشمس بتدنو من الرؤوس، مقدار شبر وعطش شديد جدا. وفي اليوم الشديد ده سيدنا النبي قال لنا: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. الناس يوم القيامة هيبقى في عطش شديد جدا وعرق شديد جدا، من الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي وسط هذا العرق الشديد واليوم الصعب الحر جدا، في واحد هيكون بيستظل بعرش الرحمن وبيشرب من ظل أو بيشرب من ماء صدقته اللي قدمها في الدنيا. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.